مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. سلام حبيباتي، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي كاع تكونوا بيان. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا اليوم حبيباتي، بغيت نشارك معكم المعقوده على طريقه ام اولادي الوهرانيه، لانه المعقوده الوهرانيه الدوريجي ما تجيش كيما هاك، عندها وصفه تاعها سبيسيال. قالوا اليوم انا بغيت فقط نشارك معكم وصفه ام اولادي الوهرانيه الخاصه. هنايا واش درت؟ راني غليت فورت، انا ما نغليش البطاطا، نديرها في الكسكاس تفور. راني درت زوج حبات كبار نتاع بطاطا، خليتهم كي طابوا مرستهم بالفرشيطه عادي. هنايا درت مغرف صغيره نتاع كركم، ممكن تعوضيها بالزعفران. هنا عندي قزبر، درت قرصه تاع الملح ودرت الحرور. هذا مكان ممكن تديري الثوم، انا بما ان ولادي والدار كامل ما يبغوليش الثوم، خاصه في المعقوده راني قلعته. هنا ممكن تديري الثوم تربلي حبه وديريها هكذا. نخلطوا كامل هذه المكونات مع بعض. البطاطا والله صدقوني كي تفوريها تجي احسن من انك تغليها في الماء، راه تجي واحد البنه فيها روعه. وتقاردي هذوك لي فيتامين تاعها كامل هكذا. نخلطوها هنا. واش راح ندير؟ عندي بياض تاع حبه بيض هكذا باش ما تفتح لكمش المعقوده كي تقعد تطيب. ممكن كاين بزاف في يشكو يقول لك المعقوده تنحلل بهذه الطريقه، ما تنحلش. قلت لكم الكركم ممكن تعوضيه بالزعفران عادي. انا ما نبغيش هذيك الصفوريه بزاف، نعاودها لكم. المعقوده الوهرانيه ماشي بهذه الطريقه. تعددت بزاف الوصفات نتاع المعقوده بزاف. انا واش راح ندير بهذه الطريقه؟ راح ندخلها للثلاجه، خليها من تحت فقط، نخليها تروبوزي واحد 10 دقائق ونرجع معاك. هاي بعد ما ريحت معنا البطاطا تاعنا بيان سور، هنا غادي نحشيها. غادي نحشيها بشويه تاع الجبن، وعندي هنا شويه تاع باتي. ممكن تكتفي بالجبن فقط، وممكن ديري باتي فقط، وممكن ديري الزيتون تقطعي شرائح، ممكن تستعملي اي حاجه انتيا تفضليها. نخليهم هكذا بهذا الشكل، ناخذ كميه فقط. ان شاء الله تكون الصوره واضحه هكذا. ناخذ كميه فقط، حجم الحبه وكل واحد وكيفاش يبغيها. هذا الشكل راح ناخذ قطعتين نتاع الجبن، ناخذ قطعتين نتاع قطعتين او ثلاثه بهذا الشكل فقط. انا البطاطا هنا حبيباتي كي كنت كي مرستها كاع كي كنت نبزط فيها، راني زدت لها مغرف كبيره نتاع الجبن. ان شاء الله ما نكونش نسيتها في الوصفه. كل واحد وكيفاش يقول، كاين اللي يقول كنت نبزط فيها، كاين اللي يقول كنت نكرازي فيها هكذا. هاي بهذا الشكل راح نزيد معكم فقط حبه. كمية الجبن انتي وش تبغي؟ هنا ما تقيدوش فقط بالمكونات هادو اللي انا نديرتهم، قلت لكم ممكن تستعملي اي حاجة تكون متوفرة عندك. الزيتون، ممكن تديري لحم، اي حاجة، ولا الجبن فقط. راح نكمل حبيبتي كامل هاد الحبات ونرجع معكم الان. حبيبتي كما راكم تشوفوا، هاي الكميه كامل اللي قطعت لي فقط من زوج حبات بطاطا، درت لي كميه لاباس بها. هنايا واش راه عندي؟ عندي بيض، عندي بيض عادي جدا خلطته، وهذه لا شاتلور. انا واش راح نديرو؟ هي كاين اللي يديروا المعقوده يديروها
في الفرينه يعاود يديروها في البيض ويديروها في لاشابلوغ، يعاود يديروها في الفرينه يعاود يديروها في لاشابلوغ في البيض ويديروها في لاشابلوغ، كل واحد كيفاش. انا لا، فقط بهذه الطريقه نوضعوها مباشره في البيض، نوضعو في لاشابلوغ بهذه الطريقه هكذا. هذه الطريقه فقط ندير الحبه الثانيه بهذه الطريقه هكذا، طريقه بسيطه جدا هكذا. نسيو نزيدو لها هكذا نطلعو الزوائد. راح نكمل حبيباتي بهذه الطريقه كامل حبه كانوا معايا، ونقليهم القليه تاعها عادي جدا، نديروا الزيت ونخلوها تقلى. المهم انه كملاحظه فقط، لما تكون تنقلى المعقوده كي تحطيها ما لازمش مباشره تقلبيها، لا خليها حتى تحمر من الاسفل، تدي هذاك اللون الدوغي من بعد عاد كينا يمكن لك انك تقلبيها. كما تشوفوا حبيباتي راح نقلب معاكم باش تشوفوا بلي ما ينحلش في القلب هكذا، قلبوه بكل سهوله كنشوفو ما يفتحوش كامل في القليان. غادي نكمل حبيبتي نقلي كامل حبات وان شاء الله. حبيبتي كما راكم تشوفوا كانت هذه هي النتيجه النهائيه تاع المعقوده تاعنا بطريقه ام اولادي الوهراني. ان شاء الله حبيبتي تجربوها وتنجح معكم بيان سور، ولا عجبتكم الوصفه حبيبتي ما تنسوناش من لي جيم بيان سور، هكا دائما دائما نجيب لكم الجديد. ما بقى لي حبيبتي غير استودعكم الله الى وصفه اخرى باذن الله. مع السلامه.